أهلا بكم في معرفة لا تصدق. هل تعلم بأنه من أغرب عادات الزواج المعروفة في تركيا هي الاغتسال بالحليب قبل الزفاف؟ وهو تقليد قديم بيتم اتباعه في بعض المناطق التركية خلال مراسم الزواج، حيث يقوم العريس والعروس بإجراء الطقوس بمساعدة عائلتهم وأصدقائهم المقربين، وبتبدأ العملية بتجهيز حوض كبير بماء دافئ بيتم ملئه بالحليب والمواد الأخرى مثل العسل والأعشاب الطبيعية اللي بتدي رائحة منعشة واسترخاء في الماء، ثم بيدخل العريس والعروس الحمام معا بصحبة الأهل والأصدقاء وبيتم تدليكهم بالحليب الدافئ بمثابة رمز للنقاء والجمال وبيهدف لتنقية البشرة، ثم يتم تكفيف الجسم بلطف وتلبيس العروس بصبها الأبيض الجميل وتزيينها بالمجوهرات. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس وانتظروا كل جديد مع معرفة لا تصدق.